السلام عليكم، كما راكم تشوفوا السيرفر تاعي ها لو 2 مارس 2021 لو 2 مارس 2022 فانكام اكسبيرد فانكام هذيك المهم فانكام هذه 134 راه كانت جديده 135 ولا لا السيرفر هذا ولا لا اخر ميزاجور 2.76 تحديث تاعو تيليشارجي من الانترنت ومن بعد يديرو في فلاش ديسك ومن بعد يتركبو لهنايا في الديمو تاعك وديرو الميزاجور هنايا في الموقع هذا تاع ميديا فاير هذا راكم تشوفوا لهنايا جيان ار اس 8 ميني اتش دي بلس في 2.76 انا اخر تحديث هذا لو 20 10 2022 في اكتوبر خرج هذا برك راني تيلي شارجي فيه كي تيلي شارجا عاود نديرو كيما قلت لكم الفلاش ديسك ونحطو في الديمو ونشوفوا مع بعضنا لا ميساجور سي بون ما ركبنا الفلاش نتاعنا وتيليشارجينا هذاك الفيشي نجيو لهنا للتركيب ومن بعد الكل ومن بعد نديرو روتور تركيب لهنا استعادة برمجة المصنع لهنايا دير 4.0 ومن بعد دير الكل اذا اخترت نعم جميع المعلومات والمحطات سوف تلغى هل تريد الاستمرار قاعد نحوي كلش ودير نعم خليه شويه ومن بعد حنايا لهنا نتوجه للغه العربيه لهنايا لغه الصوت عربي لغه الترجمه عربيه منطقه تانيك مار هذه نخرج منها من بعد نجو لهنايا الاضافات اضافه لهنايا نديرو هنا ضبط القرص ندخلو فيه كي ندخلو في الفيشي تاعنا اللي هو ار اس 8 راكم تشوفو لهنا 2.76 هذا هو التحديث الجديد دير اوكي